السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب مع درس جديد من دروس الرياضيات وهو جدول الضرب. اليوم إن شاء الله مراجعة على جدول الضرب مدرسة أجيال الزرقاء المعلم إيهاب السيد جبر. مسابقة الآن، تفضل يا عمار. فيصل علي وليد جاهزين يا شباب؟ جاهزين. خمسة ثلاثة اتفع اثنين ضرب خمسة
اثنين خمسة عشرة أربعة ضرب ستة أربعة وعشرين ممتاز اطلع خطوة تقدم خطوة بطل أربعة ضرب عشرة أربعين ممتاز اثنين ضرب ستة اثنين ضرب ثمانية 16 ممتاز تقدم البطل تقدم خطوة خمسة ضرب سبعة 14 خمسة ضرب سبعة 35 35 ممتاز اثنين ضرب تسعة 14 خمسة ضرب ثمانية أربعة ضرب تسعة أربعة ضرب تسعة خمسة ستة وثلاثين والفائز هو عبد السلام نعم جائزة مرة ثانية خمسة ضرب ستة ثلاثين تفضل اثنين ضرب سبعة 14 تفضل خمسة ضرب ثمانية خمسة ضرب ثمانية أربعين ممتاز اثنين ضرب سبعة سبعة 14 اثنين ضرب ثلاثة ستة ستة تفضل أربعة ضرب ثمانية ممتاز خمسة ضرب خمسة ممتاز اثنين ضرب تسعة ممتاز خمسة ضرب ستة ثلاثين بطل اثنين ضرب خمسة بطل عشرة بطل ممتازين يا شباب سقف قوي يا شباب ما شاء الله عليكم تبارك الله تبارك الله يا شباب